مبادرة داوية، المبادرة دي اللي بتنفذ تحت رعاية السيد انتصار السيسي زي ما حضراتكم اتفضلتوا وقلتوا دلوقتي، هي لكل بنت علشان ننمي قدراتها، نجعل وتخلي صوتها مسموع، لكل أم وأب وأخ يساندها، نعمل لها البيئة الداعمة علشان تبقى فرد في المجتمع إيجابي تقوم بالمسؤوليات والدور بتاعها. طب دكتورة بلغة الأرقام لو اتكلمنا عدد المستفيدين وصلنا لكام، مستهدف كام، كلمينا بالأرقام يا دكتور. الأرقام احنا دوي بتتنفذ، يعني الحقيقة سفراء دوي موجودين في كل المحافظات المصرية. الجديد دلوقتي ان احنا ابتدينا في المجلس القومي الطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤخرا مع مجلس القبائل والأسر المصرية تحت مبادرة وطن واحد، ان احنا ندخل في المحافظات الحدودية. ابتدينا فعلا في العريش تحت مبادرة وطن واحد، والأسبوع اللي فات كنا في مرسى مطروح. ليه احنا عملنا البروتوكول التعاون مع التربية والتعليم؟ لأن حضرتك عارف طبعا انه 40% من السكان تحت الشريحة العمرية 18 عام، 25 مليون منهم موجودين في المدارس الحكومية، فده كان أهمية استدامة التدخل. ايه دوي؟ دوي دي فيها أكثر من مكون. أول مكون إن احنا بندي فرصة للولد والبنت إن هم يتكلموا، إن هم يبقوا صناع التغيير الاجتماعي الإيجابي لمجتمعهم، بنعرض عليهم الظواهر السلبية، أهمية الظواهر الإيجابية، أهمية التعليم، ليه عمل الأطفال في السن الصغيرة مش كويس؟ ليه الزواج البنت وهي صغيرة مش كويس؟ التنمر والتنمر على الإنترنت، كل الظواهر المختلفة بنديهم فرصة من على حاجة اسمها دوائر الحكي وطرف الخيط إن هم يتكلموا. بنعمل برضو بناخد بالنا من الأهالي، اللي هو في مكون اسمه حوار الاجيال بين الطفل وولي الامر، بين الام وبين البنت وامها، الولد ووالده، ان هم يتبادلوا الادوار. وطبعا انا بقول انا لا اعفي نفسي من الموضوع ده، لان انا كنت امراه عامله، فكان لازم ادي فرصه ان انا اسمع لاولادي وانا بطريقه حازمه، ان انا اديهم فرصه ان هم يعبروا عن نفسهم. فده اللي احنا بنحاول عن طريق حاجه اسمها التربيه الايجابيه، ان احنا نستهدف اولياء الامور. في جزء ثاني على البيئه الرقميه، ان احنا نخلي الاطفال في كل المدارس الحكوميه، في المحافظات الحدوديه، في الاماكن الاكثر هشاشه، ان هم يبقى عندهم اولا لمسوا امنيتهم الرقميه. والجديد اللي احنا بنضيفه كمان ان احنا نعلمهم ازاي يحموا نفسهم من مخاطر الانترنت. حضرتك عارف طبعا الانترنت او وسائل التواصل الاجتماعي دي مفتوحه على العالم كله بكل الظواهر الغريبه عن المجتمع المصري، ازاي نخلي البنت تعرف ايه المعلومات اللي هي تحطها على الانترنت، ايه اللي لا، ايه الحاجات اللي انت تقدر تشارك او ترجع تاني تحطها تاني او تنقلها على الصفحه بتاعتك، ايه الصح وايه الغلط، مع التركيز على الهويه المصريه الوطنيه. ندي نعرف الولد يعني ايه بلده، يعني ايه دوره الايجابي في المجتمع اللي هو فيه. طبعا بننفذ الكلام ده في المدارس عن طريق ان احنا بنبني قدرات الاخصائيين الاجتماعيين جوه المدارس، بنبني قدرات مدرسين الانشطه، ومعالي وزير التربيه والتعليم حط دوي دلوقتي كانشطه لا صفيه، بنقول عليها بالانجليزي اكسترا كريكولم اكتيفيتي، انشطه لا صفيه هتبقى موجوده طول العام الدراسي، علشان تبقى فرصه للاطفال ان هم يعبروا عن نفسهم عن طريق انشطه تفاعليه، ما هواش درس، احنا مش بنديله درس في حصه، لا احنا بنعرفه كل المعلومات عن البيئه المحيطه بيه و و و عن طريق الانشطه. احنا دربنا، وحضرتك عايز شويه ارقام، احنا دربنا حوالي 150 من الاخصائيين الاجتماعيين في الجمعيات الغير حكوميه، الجمعيات الاهليه، اللي هم قدروا يفيدوا حوالي 30,000 من الطلبه واكثر من 10,000 اسره في اسيوط وقنا ومحافظات اسيوط وقنا والاسكندريه، غير ان احنا مؤخرا وصلنا للارقام بتاعه محافظه مرسى مطروح وقبلها العريش، ومن شهر مايو ابتدينا كمان في اسكندريه وسوهاج و الجيزه، محافظه الجيزه، وكنا شرفنا بحضور برضو السيد معالي وزير التربيه والتعليم ومحافظ الجيزه في المدرسه اللي احنا نفذنا فيها.